مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. في البداية كل سنة وانتم طيبين. ذكرى انتصار أكتوبر سعيدة، ذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة. هذه الذكرى اللي دايما بتفكرنا بعظمة الشعب المصري وعظمة الجيش المصري والانتصار الكبير واسترداد الكرامة للمصريين. الحقيقة النهاردة معنا موضوع مهم جدا، ممكن نقول انه موضوع امن قومي وموضوع مهم واستراتيجي، وهو موضوع القمح. محصول القمح من اهم المحاصيل الاستراتيجيه اللي في مصر، واللي مصر تعتبر فيها اكبر دوله مستورده في العالم. النهارده ان شاء الله هيكون معانا حلقه تبسيطيه، حلقه فيها نصايح، فيها معلومات استرشاديه للفلاحين والمزارعين في كل محافظات مصر عن الاصناف وعن المعلومات الزراعيه وعن طرق الزراعه وغيرها، مع الدكتور عبد السلام المشاوي وهو رئيس بحوث متفرغ بمركز البحوث الزراعيه. لكن قبل فقرتنا عن القمح معانا موضوعين مهمين في القطاع الزراعي وبيتعلقوا بشباب المليون ونص مليون فدان، خاصه منتفعين غرب المنيا ومنتفعين المغرب. الحقيقة الأسبوع الماضي ناقشنا في حلقة خاصة أزمة الطرق في غرب المنيا وعدم عمليات أو ما فيش عمليات تطهير أو تنظيف ليها بصورة مستمرة أو إصلاح ليها بصورة مستمرة، وده تسبب في حوالي أكثر من 48 حالة وفاة على الطريق. الطريق ده طوله أكثر من 60 كيلو متر في منطقة غرب المنيا اللي هي تعد أهم وأكبر مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، واللي فيه برضو مزرعة استرشادية لوزارة الزراعة على مساحة 20,000 فدان. الحقيقة الكثير من المنتفعين وشباب المشروع اشتكوا من هذا الطريق وعدم عمليات تطهير ليه بصورة مستمرة. وبعد هذه المناشدات في برنامج من سيزرع المليون وتوجيه استغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، سواء محافظة المنيا أو شركة الريف المصري أو وزارة الزراعة، وكشفنا عن وفاة حوالي 48 واحد بسبب هذا الطريق، الجهات اتحركت بالفعل. ولو الزملاء في الاعداد يعرضوا لنا الفيديوهات، بعدها حوالي تقريبا بكم يوم اللودرات نزلت طريق غرب المنيا اللي بوصل لأراضي الشباب المتفقين وبدأت تشتغل فيه وعملت عمليات تطهير فيه. وده إن شاء الله يعني نتمنى يكون مستمر خلال الفترة الجاية بصورة مستمرة، حتى لو كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة أو بصورة نصف شهرية، علشان نحمي المواطنين ونحمي شباب المتفقين ونحمي العمال اللي بروح يشتغلوا هناك ونحمي كل الدكاترة والباحثين اللي في وزارة الزراعة، خاصة أني الحقيقة في حادثة أو اتنين في لعاملين وناس بتشتغل تبع مزرعة وزارة الزراعة. الموضوع الثاني المهم وهو يتعلق بلقاء بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبين رئيس شركة الريف المصري اللواء عمرو عبد الوهاب. احنا معنا الصور كانت أو الفيديو على الشاشة. كمان لهذا اللقاء كان في شركة الريف المصري الجديد في مدينة نصر. وزير الزراعة راح هناك المخصوص للواء عمرو عبد الوهاب رئيس الشركة الجديد، واتكلموا في ازاي ندعم هذا المشروع، ودي صور من اللقاء معانا. الحقيقة اللواء عمرو عبد الوهاب استقبل الوزير الزراعة سيد القصير ويعني اطلعوا على رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف اللي قامت من أجلها الشركة والمنهج العلمي اللي بتنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسس على الزراعة واستصلاح الأراضي. الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت ما كانش في تعاون كبير بين وزارة الزراعة والريف المصري، خاصة في مجال الإرشاد، وكان في شكاوى كتير من المنتفعين بعدم وجود إرشاد ليهم، خاصة في الأراضي الجديدة اللي بتتطلب شغل كتير. احنا معنا الدكتور محمد القرش ولنا الكواليس الخاصة بهذا الاجتماع وما تم الاتفاق عليه بين وزارة الزراعة وبين شركة الريف المصري خلال الفترة الجاية لدعم المنتفعين ودعم شباب المستثمرين. دكتور محمد أهلا بحضرتك. اهلا اهلا بحضرتك. يعني ده لقاء من فتره كبيره ما حصلش لقاء، بيبين ان خلال الفتره الجايه هيكون في تعاون كبير بين وزاره الزراعه وشركه الريف المصري لدعم شباب المنتفعين. واللي اكد ده كمان ان وزير الزراعه ما اكتفاش بس بلقاء اللواء عمرو عبد الوهاب، لا كمان اجتمع برؤساء القطاعات
وزارة الزراعة علشان يدعم شباب المتفائلين. عاوزين نعرف من حضرتك يعني كواليس هذا اللقاء وما تم فيه وما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع. طبعا انت زي ما اكيد حضرتك عارف واكيد كل الساده المشاهدين يعلموا ان استراتيجيه الوزاره استراتيجيه الزراعه المصريه بتقوم حاليا على محورين اساسيين. المحور الاول هو محور التوسع الافقي، وده بنهدف فيه ان احنا نروح لمناطق جديده ما كناش بنزرعها، نبدا نزرعها، يبدا يبقى عندنا انتاج اكبر، يبدا نوفر له المناطق تجمعات جديده، مناطق زراعيه جديده. فدي نقطه اوليه. النقطه الثانيه ان احنا عايزين نعمل توسع راسي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاراضي القائمه بالفعل نحافظ عليها، نتوسع فيها، نزود انتاجيتها، نخلي وحده الارض ووحده الميه تصل لاقصى انتاجيه ممكنه منهم، بحيث ان احنا نؤدي الى تطوير الانتاج القائم بالفعل. هذا المنهجيه الاساسيه اللي احنا بنقوم عليها خلال العمل في الفتره الاخيره. طبعا لما بنتكلم عن شركه الريف المصري فاحنا بنتكلم عن تقريبا الجزء الاول اللي هو المعني ب ان احنا يبقى عندنا توسع افقي في الرقعه الزراعيه، عايزين نروح لمناطق جديده ما كناش بنزرعها نبدا نزرعها. ده بيقتضي تنسيق علشان نوفر الموارد المائيه اللازمه، نشوف التركيب المحصودي اللي يخدم اهالينا المستثمرين والمزارعين والفلاحين اللي هيروحوا يستثمروا او يزرعوا في هذه المناطق الجديده، ونبدا نشوف الادوات اللي نقدر نساعد بيها اهالينا سواء من ناحيه التسويق او من ناحيه الانتاج او من ناحيه توفير التقاوي اللي تتناسب مع طبيعه المناطق الجديده دي، ان احنا نشوف تقاوي تبدا تدي انتاجيه تتحمل بعض الظروف المناخيه المختلفه شويه في هذه المناطق الصحراويه، او تتحمل طول فترات الري او تتحمل نسب اعلى من الملوحه. فده بيقصد ان يبقى في تنسيق. وطبعا اكيد حضرتك تعلم وبتشوف تحركات الوزاره دلوقتي ان احنا بنشتغل بمنهجيه العمل الجماعي في كل الشركاء اللي بيعملوا معانا في وزاره الزراعه. وطبعا اكيد حضرتك بتشوف التناغم ده بيحصل كمان في الحكومه المصريه ككل، ولكن عندنا في وزاره الزراعه بنحاول كمان نطبق ده، بنحاول ان احنا نستفيد من روح التعاون اللي موجوده في كل المؤسسات اللي بتعمل داخل الدوله المصريه علشان نقدر نحقق تعظيم اكبر واستفاده اكبر للرقعه الزراعيه اللي موجوده عندنا، ونبدا نكبرها ونتوسع فيها. دكتور محمد، يعني في نقطة مهمة جدا ودي بيطلبها كل المتفائلين وشباب المستثمرين في مشروع المليون ونص مليون فدان، وهي الإرشاد الزراعي. الحقيقة يعني في مطالب كتير من شباب المتفائلين إن يكون في إرشاد زراعي من مهندسين وزارة الزراعة والخبراء بتوع وزارة الزراعة والباحثين ينزلوا لهم في المواقع بالفعل ويشوفوا إيه الأفضل بالنسبة ليهم أو إيه الزراعات المناسبة، أو يعني يتابعوا معهم الحالات اللي بيكون فيها مشاكل كبيرة جدا، خاصة إن احنا عارفين إن الزراعة في الصحراء ودرجات الملوحة دي بيعاني منها شباب المنتفعين. طبعا ما احنا متفقين مع بعض إن احنا عايزين نساعد أهالينا ونساعد إخواتنا المستثمرين والفلاحين، الناس اللي هتروح تزرع في هذه المنطقه الجديده، احنا عايزين نقدم لهم كل الدعم علشان نساعدهم ان هم يتوسعوا توسع افقي في الرقعه الزراعيه. ده بقدر طبعا يكون في ارشاد، والارشاد حضرتك اكيد ملاحظ ان في فترات كبير بيحصل قطاع الارشاد الزراعي، بنبدا نشتغل بمنهجيه ان احنا بنصل الى المزارع، بنبدا نعمل ندوات، لو بنعمل ندوات ارشاديه او دورات ارشاديه بنعملها بشكل تطبيقي علشان يكون التنفيذ على راس الحقل نفسه، ويبدا يشوف هذه المعلومه يبدا تتقل الى اهالينا واخواتنا بشكل اسرع وبشكل اسهل وبشكل تطبيقي مش بشكل نظري عشان يكون سهل التطبيق عليه. بنبدا ننفذ مدارس حقليه، بنبدا ننفذ حملات توعيه ارشاديه عن طريق الاستخدام التقنيات الحديثه بقى والتكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي علشان نصل بشكل اسرع لاهالينا في المستثمرين او اهالينا الراغبين في الاستصلاح في هذه المناطق. فاحنا بنقدم لهم كل هذا، كمان احنا بنقدم لهم وهم بيشتروا اصلا بيبقى في كراسه شروط موجود فيها التركيب المحصولي الامثل اللي يساعدهم على اداء انتاجهم، وده بيبقى جاي من دراسات باحثين في مركز بحوث الصحراء او مركز بحوث زراعيه علشان نساعدهم ان احنا ننزلهم هذا التركيب المحصولي. كمان كل ارض بيتم طرحها بيبدا يبقى فيها دراسات اكبر ودراسات اعمق بيقوم بيها يعني الباحثين المعنيين سواء في قطاع او في المعهد الاراضي والمياه او مركز بحوث الصحراء او مركز بحوث زراعيه علشان يحطوا التركيب الامثل ويحطوا الشكل الامثل والمعاملات الامثل لتقديم هذه الخدمات. كمان برضه ما ننساش ان احنا عملنا محطه بحثيه في منطقه غرب المنيا علشان نخدم المنطقه اللي بتمثل تقريبا ثلث المساحه المساعده في زراعه في واحد في مشروع الواحد ونص مليون فدان، ودي علشان نقدم بيها امثله نموذجيه تطبيقيه للمستثمرين اللي هيروحوا يستثمروا هناك او الفلاحين اللي هيروحوا هناك، كمان علشان نقدم بيها توعيه ونشوف النماذج الموجوده، نماذج الزراعه المتكامله سواء من انتاج حيواني، من انتاج
نباتي من انتاج في الصوب الزراعيه. كمان في محطه، في هذه المحطه هنلاقي موجود كمان معمل لتحليل التربه والميه، وعندنا كمان هناك محطه لانتاج الاسمده العضويه. كل ده بنحاول نساعد بيه اهالينا، ومساحه غرب غرب المنيا او منطقه غرب غرب المنيا من المناطق اللي عليها كميه كبيره من الاراضي متاحه في هذه المنطقه، وده بيقدم تسهيلات لاهالينا واخواتنا المستثمرين في هذه المناطق. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد العريش، متحدث إعلام باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. نتمنى يعني خلال الفترة الجاية يكون في تعاون أكبر بين شركة الريف المصري وبين وزارة الزراعة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالإرشاد الزراعي وبالحاجات البحثية اللي ممكن المنتفعين يحتاجوها في هذه الأراضي الجديدة، ويكون في كمان يعني موافقة أو استجابة من شركة الريف المصري للقاء مع المنتفعين ونزلوا لهم في المواقع على أرض الواقع. وكمان في 5 مطالب احنا اتكلمنا عنهم الاسبوع الماضي، كان عن فترة السماح وكان عن تمويلات، يا ريت شركة الريف المصري تنظر لهذه المطالب الخاصة بالمنتفعين. احنا ان شاء الله هنطلع نشوف تقرير مهم جدا من منطقة ابو غالب عن انشاء اكبر مزرعة للطحالب في مصر، وممكن يكون في الشرق الاوسط، بايادي شابة وعمال وعرق شباب كتير في شركة النور والهدى. لقاء خاص مع المهندس أحمد رمضان وهو مهندس فني في الشركة، تكلمنا عن هذا المشروع وأهدافه وتفاصيل هذا المشروع وخطوات أو خطوات إنشاء هذا المشروع. هنشوف التقرير ده لشركة نور الهدى، وبعد الفصل هيكون معنا الدكتور عبد السلام من شاوي، تابعونا. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. احنا معنا المهندس احمد رمضان وهو مدير تنفيذي بموقع ابو غالب بشركه نور الهدى. هنتكلم عن استثمار زراعي مهم كان لينا تقارير قبل كده فيه، وهو الاستثمار في الطحالب. مهندس احمد اهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا النهارده في احد الصوب الزراعيه اللي جاهزه للتشغيل، شفنا مراحل الانشاء في تقارير سابقه مع الدكتور احمد حمزه والمهندس اسامه زكي والدكتور حاتم الكومي. عاوزين نعرف من حضرتك، احنا في هذه الصوبه الزراعيه ايه طريقه عمل الصوبه الزراعيه لانتاج الطحالب؟ كيف يتم اختيار الطحالب؟ لماذا بيتم اختيار طحلب سبيرولينا؟ ففي البدايه عاوز اعرف من حضرتك ازاي هي طريقة عمل الصوب الزراعية لإنتاج الطحالب. تمام. بالنسبة لعمليات التشغيل الإنتاجية في إنتاج الطحالب وبالذات الإسبيرولينا، إحنا عندنا أكتر من نظام. النظام اللي إحنا بنعتمده في هنا في الشركة هي نظام الراس، بيكون الحوض له مساحة مخصصة معينة، بيبدأ إن إحنا نستزرع الطحلب في عملية في البيئة بتاعته، البيئة المائية، عن طريق ان احنا بنظبط المياه القلويه المطلوبه للانتاج، بتبقى من 9 ل 10 تقريبا، ل 10 ونص. بنبدا ان احنا نزود المغذيات الزراعيه، وبنبدا ان احنا نعمل عمليه الاستزراع للطحلب. بيكون بادئ، بنبدا ان احنا ننميه في الطحلب، ممكن ياخد في المرحله الانتاجيه الاولى من 20 ل 25 يوم، وابدا ان انا الانتاج منه بيكون بشكل دوري تقريبا كل 48 ساعه، بيبدا ان هو يعمل ريبروتكشن عندي في الانتاج. طبعا لو هنتكلم في الاول عن يعني ايه تحلب، هو او الاسبيرولينا بالذات، يعني تحلب الاسبيرولينا هو كائن حي بدائي النواه وحيد الخليه، بيتكاثر بشكل خضري، يعني هنا التكاثر بيكون لا جنسي في الميه في البيئه بتاعته، البيئه المائيه بيكون بشكل خضري.
طب ايه مميزات الطحلب السوبرلينا؟ يعني عاوزين نتكلم مع حضرتك عن مميزات هذا الطحلب وليه الاستثمار في هذا الطحلب بالذات، وهل هو انتم بتستوردوه ولا هو محلي، وانتم بتعملوا له عمليات اكثار هنا في الصوب الزراعيه، ويعني عاوزين نتكلم اكثر عن هذا الطحلب علشان الناس تعرف يعني ايه طحلب سبيرولينا. تمام. الطحالب عموما هي ثوره في الاقتصاد. الطحالب ليها تطبيقات مختلفه متعددة جدا، من يعني ممكن على سبيل الذكر للحصر في انتاج الطاقه، في انتاج المكملات الغذائيه كاحد اهم العناصر في انتاج الغذاء والمكملات الغذائيه. لو هنتكلم اكتر عن النوع بتاعنا اللي هو السبايرولينا، هو ثوره في صناعه المكملات الغذائيه بالاحتواء على اهم الصبغات الموجوده واللي عملت ثوره في الصناعه الغذائيه، اللي هي الفايكوسيانين، البروتين، المحتوى البروتيني العالي جدا، مصدر مهم جدا للغذاء، وبالفعل هو استثمار باذن الله هيكون ناجح في الشركه وفي مصر عموما، وان شاء الله نقدر ان احنا كمان نحسن السلالات. يعني احنا هنا بدانا بسلاله محسنه، حسناها طورناها، اشتغلنا على اكثر من سلاله في الاسبيرولينا، وكان في بروتوكولات تعاون مع مركز قومي للبحوث وخلافه، فالحمد لله وصلنا لسلاله ممتازه جدا. الحمد لله الانتاج عندنا تحسن، وان شاء الله دايما احنا في تطوير مستمر في تحسين الانتاجيه. طيب بالنسبه لطريقه العمل بتاع الصوب الزراعي، احنا شايفين البدلات دي، ايه فوائد هذه البدلات، وازاي بيتم عمليه يعني تهيئه الصوبه لعمليه الانتاج في كل مرحله؟ يعني هذه البدلات ايه وظيفتها؟ البلاستيك ده ايه وظيفته؟ عمليه الحصاد بتكون بعد كم يوم؟ التفاصيل دي. تمام. طبعا هنا الحوض في البدايه بيكون بشكل معزول بالمشمع البلاستيكي. طبعا العزل لازم يكون متميز جدا علشان يمنع اي تسرب للميديا بتاعه الحوض، وفي الطحلب اللي موجود داخل الميديا. طبعا السبايرولينا بيتكاثر وبينمو عن طريق ضوء الشمس وعن طريق ثاني اكسيد الكربون، فضوء الشمس مهم جدا في عمليه النمو، بحيث انه انا لازم استخدم البدال علشان عمليه تقليب المياه داخل الحوض، علشان ان انا بحيث اني اعرض الطحالب المترسبه في قاع الحوض الى ضوء الشمس لزياده الانتاجيه وتوفير الاكسجين برضو بنسب معينه. طبعا هي العمليه نوعا ما معقده ومدروسه نوعا ما عندنا، ان احنا طبعا لازم يكون عمليه التحريك للمياه بشكل محسوب ودقيق، لان التحريك الزائد بيسبب نوع من الاجهاد الاسترس على طحلب الاسبيرولينا وعلى معدل نموه، وبرضو التقليب المنخفض بيسبب برضو نوع من التثبيط للنمو، فلازم يكون التقليب بالقدر اللي احنا محتاجينه بالظبط، ان هو يعرض الاسبيرولينا المترسبه في القاع الى ضوء الشمس، وفي نفس الوقت ان هو ما ياثرش عليها بشكل سلبي. بشكر حضرتك جدا باشمهندس احمد رمضان، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم متابعة. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. قبل ما نطلع فاصل قلنا ان احنا هنتكلم عن محصول مهم جدا، وهو محصول قمح، القمح، وهو محصول استراتيجي مهم جدا في مصر، ومصر الحقيقه بتواجه فيه الكثير من التحديات. هنناقشها مع الدكتور عبد السلام منشاوي، رئيس بحوث متفرغ بمحطه بحوث سخب مركز بحوث زراعي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ شعبان، واهلا باسره برنامج من سيزرع المليون، واهلا بمشاهدينا الكرام. والحقيقه اسمح لي هنا يعني انتهز الفرصه ان انا فعلا يعني اهنئ قيادتنا السياسيه، واهنئ الجيش المصري العظيم، واهنئ الشعب المصري بنصر اكتوبر المجيد اللي هو الجيش قدم فيه اعز ما عنده اللي هم شهداء اكتوبر، فنسال الله عز وجل ان هو يرحم كل شهداء مصر. يا رب ان شاء الله باذن الله. هنتكلم في موضوع مهم جدا بيتعلق بالامن القومي المصري، وهو محصول القمح. في البداية يا دكتور، يعني عاوزين نعرف من حضرتك ليه احنا في مصر في فجوة كبيرة بين الاستهلاك وبين الاحتياجات بتاعتنا وبين الانتاج بتاعنا؟ ايه السبب ده، خاصة ان احنا تقريبا ما كانش عندنا هذه المشكلة وتطورت لان احنا نبقى اكبر دولة مستوردة للقمح في العالم؟
هو الحقيقه الكلام يعني احنا خلينا نرجع الاول نقول ان الزراعه عصب الحياه، يعني الزراعه بصفه عامه عصب الحياه، وهي صمام الامن الغذائي بالنسبه للغذاء. والحقيقه مشكله الغذاء مشكله مهمه جدا ومعقده جدا ولخطورتها، وبالتالي اما شاع مصطلح الامن الغذائي على اساس ينبه ان في خطوره يعني لعدم تواجد الغذاء وتوفر الغذاء، في خطوره وفي مشكله. والغذاء طبعا احنا عارفين ان ضروريات الحياه ثلاث حاجات، المأكل والملبس والمسكن، لكن الانسان ممكن يعيش بدون مسكن، ممكن يعيش بدون ملبس، لكن الغذاء اساسي. فمن هنا نقدر نقول ان مشكله الغذاء بصفه عامه صفه مهمه جدا، ولو جينا شفنا الغذاء هنلاقي ان محاصيل الحبوب هي اللي بتمثل الصفه الاساسيه او المكون الاساسي للغذاء، ومحاصيل الحبوب سواء قمح او ذره او رز وشعير، بعض المحاصيل الثانيه، لكن دول يعتبروا الاربع محاصيل الاساسيين هم دول المحدد. جينا شفنا القمح يتربع على قمه هذه المحاصيل الاربعه. القمح من ناحيه المساحه هو المحصول الاول في العالم من ناحيه المساحه، على مستوى العالم القمح هو المحصول الاول من ناحيه المساحه. نعم. بيزرع منه حوالي 220 مليون هكتار على مستوى العالم، ومن ناحيه الانتاجيه هو الثاني بعد الذره. الذره انتاجيه القمح على مستوى العالم حوالي 770 مليون طن، الذره مليار و100 مليون طن، فبالتالي القمح هو الثاني من ناحيه الانتاج العالمي بالنسبه لنا. لو جينا بالنسبه لنا احنا في مصر او وضعنا في مصر، الحقيقه لو جينا في مصر احنا المساحه المزرعه حوالي 3 مليون و400 الف فدان، يعني تقريبا في حدود 1.4 مليون هكتار، بينتجوا 9 مليون 8.5 مليون، يعني الارقام بتدور حول الارقام ديت 8.5 ل 9 مليون طن. نعم، من 8.5 ل من 8.5 ل 9 مليون طن للانتاج الكلي. فانتاج حول الكلام ده. نيجي طب احنا استهلاكنا كام؟ احنا استهلاك مصر مستورده اخر احصائيه استيراد كانت 12 مليون طن، يبقى احنا فعلا عندنا فجوه كبيره جدا، يعني احنا استهلكنا حوالي 21 مليون طن تقريبا حسب الارقام اللي معنا ده. لكن المهم احنا النهارده نيجي نقول هل ممكن مصر زي ما حضرتك قلت تقدر نعمل اكتفاء ذاتي في القمح؟ طبعا الكلام عن اكتفاء ذاتي في القمح كلام معقد جدا وكلام مش سهل، لكن احنا يعني الامل والتفاؤل يكون موجود ان احنا نوصل لحدود امنه للاكتفاء الذاتي. مش لازم ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي على المدى القصير، مستحيل جدا او صعب جدا، لكن ممكن على المدى الطويل يكون في خطط ان احنا نوصل لحدود امنه الاكتفاء الذاتي، بمعنى ان احنا لو عندنا 70% او 65% من القمح ممكن يبقى عندنا حدود امنه الاكتفاء الذاتي. الكلام ده يتاتى من خلال محاور معينه، لابد العمل على محاور معينه ان احنا كل هذه المحاور ان احنا نقدر نشتغل عليها، زي محور التنميه الرئيسيه. المحور التنميه الرئيسيه ان انا ازود انتاجيه المساحه، يا اما من خلال استنباط اصناف جديده او ان انا احسن معاملات الاصناف الموجوده بحيث ان انا احصل على انتاجيه عاليه. وده محور بيعتبروه اسهل محور في المحاور، او محور ان انت تقدر تحقق فيه انجاز، غير المحور التنميه الافقيه ان انا ازود مساحه القمح. عندنا مشاكل في تزويد المساحه. نعم، بسبب المياه. ازود المساحه له معوقات وله مشاكله. اولا ان الاستصلاح على المدى الطويل على ما يبدا ينتج والكلام ده، فمحتاج رؤوس اموال كبيره، محتاج يعني فليه فيه صعب شويه. نعم. المحور الثالث اللي هو محور الاستهلاك، وده ان احنا استهلاكنا كمتوسط عالمي عالي جدا، يعني احنا العالم استهلاك متوسط العالمي احنا لان احنا بنعتمد اساسا على القمح، على الرغيف 200 كيلو الفرد. احنا الاستهلاك العالمي 90 كيلو الفرد، احنا 200 كيلو فرد، استهلاك زايد شويه. يعني احنا لو ظبطنا الاستهلاك بتاعنا على مستوى العالم احنا هنحقق الاكتفاء الذاتي، يعني نبقى وصلنا لمساحه كبيره كويسه جدا. فاحنا عندنا الاستهلاك، ضبط الاستهلاك والفاقد والكلام ده برضو. يعني احنا يا دكتور من خلال كلام حضرتك ان احنا نقدر نقلص. نعم. الفجوه بين الانتاج والاستهلاك. وعلى المدى البعيد ممكن. نعم. ممكن نوصل للحدود الامنه للاكتفاء الذاتي، حدود امنه فقط، لكن لابد من تكاتف الجهود في كل المؤسسات اللي ذكرناها دي. طب لو عايزين نتكلم على الاصناف، يعني الناس كلها دلوقتي بتتكلم على الاصناف، حضرتك لسه بتتكلم على الاصناف ك يعني محور اساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ايه ابرز الاصناف في مصر؟ خاصه احنا عندنا حقيقه معهد المحاصيل الحقليه والجهات البحثيه شغاله كويس جدا على المحاصيل الحقليه زي القمح وزي الرز وزي الحاجات دي. فايه ابرز الاصناف القمح الموجوده وايه الافضل فيها؟ هي الحقيقه اصناف القمح الموجوده، قسم القمح قسم يعني بفضل الله غني باصنافه، عنده فيه اصناف سواء قمح الخبز او قمح المكرونه. في عندنا 13 صنف حاليا
بيتم توزيعهم كأصناف تجارية. هذه الأصناف كلها كم صنف؟ 13 صنف. دول ملك المركز ده أو من إنتاج مركز؟ نعم كلهم قسم بحوث القمح، يعني كلهم ما شاء أصناف الله. دول من استنباط قسم بحوث القمح، بالإضافة لأصناف اتلغت قبل كده، لكن بصفة عامة الصنف اللي بيتلغي لسبب الصدى الأصفر، يعني الصدى أو مرض الصدى الأصفر هو المحدد لإلغاء الصنف. فإحنا عندنا الأصناف الموجودة حالياً كلها أصناف متميزة، لكن في بعضها مصاب بالأمراض، وبالتالي السياسة الصنفية ممنوع تزرع هذه الأصناف في الوجه البحري. على سبيل المثال صنف 6-12 ممنوع زراعته في الوجه البحري، صنف في شندويل 1 ممنوع زراعته في الوجه البحري، صنف جميزة 11 ممنوع زراعته في الوجه البحري، لأن هذه الأصناف حساسة لمرض الصدى، كانت مقاومة قبل كده، لكن حدث أن وجود طفرة أو تغير فجائي في تغيرات مناخية أو تغير في المرض نفسه. نعم زي بالضبط فيروس كورونا اللي احنا عايشينه وشايفينه النهاردة. فيروس كورونا الفيروسات التاجية موجودة من زمان وفي وما كانتش بنفس الخطورة، لكن حصل تغير وراثي في 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 نوع من أنواع الفيروسات دي. احنا قلنا ثلاث أصناف نأكد عليهم تاني يا دكتور، ما ينفعوش يتزرعوا في الوجه البحري علشان ما تحصلش وتتكرر المشاكل بتاعت السنة اللي فاتت. ممتاز. جميزة 11 6-12 6-12 جميزة 11 شندويل 1 ممنوع زراعتهم في وجه بحري هذه الأصناف الثلاثة إطلاقا. غزروا في الصيد عادي. نعم من أول لا من أول أسيوط، يعني جميزة 11 و 6-12 من أول أسيوط وانت رايح اتجاه الجنوب، لكن قبل كده ممنوع زراعتهم لأن هم حساسين جدا، تطور مرض فيهم سريع جدا لو حصل إصابة، فبالتالي بتكون الخسائر فيهم مدمرة، ومش الخسارة عليه هو بس فقط، لكن ده بينعكس على هو بينتج كمية كبيرة جدا من الجراثيم اللي بتقدر تنتشر وتعدي القمح، وزي ما بقول مثلا الكترة بتغلب الشجاعة، مع كثرة الجراثيم ممكن حتى الصنف المقاوم يبدأ يتكسر مقاومته على المدى الطويل بعد سنة أو سنتين بالشكل ده. طب احنا معانا بس مداخلة من أستاذ أحمد من كفر الشيخ. أستاذ أحمد. الله يكرمك أستاذنا. اتفضل يا فندم. والله أنا بشكرك وبشكر فريق الإعداد وبشكر الدكتور على يعني طرح مشكلة من مشاكل الكبيرة اللي هي كل لا يستغنى. حضرتك فتحها شبكة أستاذ أحمد معلش. مع حضرتك أستاذ أحمد. اتفضل. أقول لك أساس كل بيت هو القمح. استخدام يومي بالنسبة لكل بيت على مستوى العالم كله. طب يا أستاذ أحمد يعني عاوز من حضرتك استفسار أو سؤال للدكتور فيما يخص المحصول الموسم اللي جاي، احنا داخلين على موسم قمح. الدكتور طرح يعني حاجة عجبتني جدا، إن احنا إزاي إن احنا نكفي استهلاكنا وما نستوردش من بره. تمام. الحاجة دي أنا أستاذ شعبان لو إحنا عندنا وزارة تخاف على الفلاح وتحدد سعر للقمح يكون سعر مربح للفلاح، بحيث إن هو يجي آخر الزرعة يلاقي نفسه كسبان. يعني حضرتك أنت بتطالب إن يكون في سعر توريد مناسب للفلاحين من الجهات المسؤولة، لأن السعر ده مش بتحدده الوزارة، خلي بالك يعني بتحدده لجنة اقتصادية. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد من كفر الشيخ. اتفضل يا دكتور. طب حضرتك ذكرت ثلاث اصناف ممنوع نزرعهم في الوجه البحري، ايه ابرز الاصناف المناسبه للوجه البحري والوجه الابلي في عجاله؟ ممتاز. الحقيقه اللي عندنا للناس يعني احنا داخلين على الموسم، فعلشان الناس تبقى عارفه هيزرعوا ايه الموسم اللي جاي. نعم اذا كنا احنا بنحذر من زراعه 6-12 وجميزه 11 وشندويل 1، فاحنا عندنا اصناف ثانيه بتناسب ظروف الوجه البحري، زي صنف جيزه 171 ده صنف انتاجيته كويسه جدا ومالوش اي مشاكل ومقاوم للصدى بشكل كويس جدا، ومفيش اي لحد النهارده لم يسجل عليه اي اصابه بالصدى الاصفر، وصنف مقاوم جدا. في عندنا صنف 6-14 من الاصناف اللي برضه متميزه وصنف محصوله كويس، احنا قلنا 6-12 ممنوع زراعته لكن في بحري، لكن 6-14 صنف محصوله كويس وبالنسبه يعتبر متوسط تحمل بالنسبه للصدى مفيش مشكله. في عندنا سخه 94 وجيزه 168 وجميزه 12، دي كلها اصناف تناسب الوجه البحري والوجه الابلي ما عندهاش مشكله. يعني الوجه الابلي مفيش مشكله، مفيش مشكله، هو احنا المحدد للوجه البحري فقط. اما الوجه الابلي جميع الاصناف تناسب الوجه الابلي مفيش مشكله. طب ايه ابرز الاصناف في الوجه الابلي ممكن تناسب؟ نفس الكلام احنا، لكن في الوجه الابلي بقى ايه، ما عندكش اي محدد، فاي صنف متاح ممكن ازرعه، لكن بخص بجميزه 11 يمشي كويس جدا هناك، 6-12 يمشي كويس جدا، مصر 1 ومصر 2 برضو من الاصناف الكويسه، مصر 1 ممكن ازرعه بحري، لكن هو متوسط اصابه الصدى، اذا ظهر
اصابه يبقى انا في الحاله دي ارش او يكون عندي استعداد ان انا طب في عجاله يا دكتور، يعني ليه مرض الصدى الاصفر؟ ايه تاريخه؟ ازاي نعم. ظهر في مصر؟ هل ده من فتره ولا لسه ظهر جديد ولا ايه؟ نعم، هو مرض الصدى الاصفر مرض مش جديد وظهر من زمان جدا، لكن هو الصدى الاصفر بيظهر على فترات، ما هوش بصفه مستمره موجود، مش موجود كل سنه، ممكن سنتين ثلاثه ما يجيش وسنه يجي. العامل المحدد له اكتر زي ما يسموه ثالث المرض اللي هو توفر الجراثيم والظروف البيئيه والصنف او العائل القابل للاصابه. الحقيقه احنا هو مشكلته ان هو صنف المرض محمول مع الرياح، فانت ما تقدرش تعمل تحكم. هو بيجي لنا من الدول المجاوره اللي فيها قمح ومحمول مع الرياح ومحمول لمسافات كبيره جدا على طريق زي السحابه، وتنزل السحابه في مكان تنفجر ويبدا الجراثيم تصيب طالما الظروف البيئيه مناسبه. اذا كانت الظروف البيئيه مناسبه بتحصل اصابه، وظروف البيئيه غير مناسبه ما بيكملش الفطر وما بتحصلش الاصابه بالشكل ده. الحل الوحيد ليه يعني يا دكتور اختيار الصنف؟ لابد تربيه لاستنباط اصناف مقاومه هو امثل حل له. المقاومه الكيماويه ناجحه جدا وبتجيب نتائج كويسه جدا، لكن بضوابط وبشروط. اول حاجه وقت اكتشاف الاصابه، لازم مجرد ما اشوف الاصابه ابدا اتعامل معاها مباشره وفورا، ما انتظرش لغايه ما تبقى الاصابه منتشره كتير جدا وبعدين ابدا اكافح. ده هيبقى في الحاله ديت كذلك طريقه المكافحه والمبيد المستعمل، دي كلها عوامل لابد عشان اشتغل صح لابد يكون كل الكلام ده متوفر مع بعضه، ان انا وقت اكتشاف الاصابه مع المبيد المستعمل مع المعدل المظبوط مع عمليه الرش نفسها، وان انا احط ماده نشره على المبيد بحيث تنتشر على الورقه وتثبت المبيد على الورقه بحيث يدي كفاءه عاليه جدا في عمليه المكافحه. طب احنا معانا الاستاذ راقي بسيس من كفر الشيخ. استاذ راقي من البحيره. استاذ راقي السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك لك. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا حاج راقي. سلمني على الدكتور عبد السلام من جنبك. الله يبارك في حضرتك. يسلم عليك يا دكتور عبد السلام. الله يكرمك يا عمده. الحمد لله رب العالمين، ازيك يا دكتور؟ سعداء بيك، الله يبارك. اتفضل اتفضل، لو في سؤال او استفسار عندك يا استاذ راقي. لقائك لان انت يعني قمه وقامه كبيره للمزارعين القمح خصوصا يعني. ربنا يبارك فيك يا عم. بالامانه استفدنا منك كثير، بس انا عاوز يعني حاجتين ضروري نسال عنهم. اتفضل. عايز الميعاد، احنا دايما الفلاحين بيزرعوا القمح بدري شويه عن الميعاد، وطبعا دي انا بنطالب انهم يا جماعه ازرعوا في الميعاد المضبوط. ممتاز. من اهم مقومات الزراعه. عندي اخطاء بس في الكيماويات اللي بيطروها اللي هي بالنسبه للسوبر او لوريا او ملح. انا عاوز يعني اهم شيء في المعاملات نحطه ايه قبل الزراعه مع التخدير، لان انت عارف في البحيره خصوصا طبعا قطاع كبير بنزرع القمح ده في البحيره. ممتاز. نحطه ايه مع التخدير؟ دي اهم شيء معايا. ممتاز. السوبر مع الخدمه. ماشي؟ لان ما بيزرعوش عارفين